اهلا وسهلا حبايب قلبي في فيديو جديد من اسلوب حياتي. في فيديو النهارده من تحضيرات رمضان، حاجه مهمه جدا بتسالوني عليها دايما، وهي الرقاق الطري. هنشوف عجينته وخبزه وطريقه تغليفه وطريقه تفريزه وكل حاجه تخص الرقاق الطري، طبعا من تحضيرات رمضان. بيتباع جاهز كده وبيتفرز، ووقت ما تحتاجيه بتطلعيه، فاحنا هنعمله في البيت وهنغلفه وهنفرزه وهنعمل فيه كل حاجه. ويلا نشوف المقادير. مقاديره بسيطه جدا. هنا معايا كيلو دقيق، وهحتاج مع كيلو دقيق معلقتين كبار زيت نباتي ورشة ملح ومية للعجن. ممكن ما يتحطلوش زيت نباتي، بس انا بلاحظ ان الزيت يعني بيخلي العجينة تمشي معانا كده وتتفرد بسهولة اكتر. على الكيلو كله معلقتين كبار زيت نباتي بس. هنا عندي على الدقيق على طول نص معلقة كده ملح، او معلقة ملح صغيرة مباشرة، معلقتين زيت. بسم الله. وبضيف الماء تدريجي وانا بعجن. هبدأ بقى اعجن بايدي علشان الاحظ قوام العجينة كويس. وعجينة رقاق الطري دي بتبقى عجينة متماسكة، مش مرنة ولا هشة ولا كده، عشان احنا مش يعني دي مش مخبوزات، بتبقى عبارة عن طبعا حاجة زي الارغيفة كده، بتستوي على البوتاجاز عادي. هنشوف طريقة تسويتها وكل حاجة ان شاء الله مع بعض، وبكمل كده مع اضافة الماء تدريجيا. هبدأ اعجن بقى فيها كويس كده هنا، لانها خلاص مش عايزة مية تاني. اخدت حوالي كوبايتين مية او اكتر شوية، يعني نشوف بقى واحنا بنعجن. وزي ما احنا زي ما قلتلكو، يعني هي عجينة هتبقى متماسكة وجامدة، مش عايزينها مرنة ولا ميتها كتير. هحاول اعجن بقى فيها شوية كده لغاية ما تتجمع كويس. خلاص كده حبايب قلبي، عجنت العجينة معايا زي ما احنا شايفين. بصوا عجينة متماسكة، متماسكة ازاي، مش بتمط ولا لينة ولا حاجة. هسيبها بس ترتاح كده زي ما هي ربع ساعة قبل ما اجي اقطعها. اكون مغطيها طبعا بحاجة بلاستيك، هي طبعا ما فيهاش خميرة ولا بيكنج باودر ولا اي مادة رافعة، ومش هتخمر ولا هيتضاعف حجمها ولا اي حاجة، بس لازم اسيبها ترتاح بعد العجن عشان اقدر استعملها بعد كده بكل سهولة. دلوقتي بعد ما ارتاحت العجينة بتاعتي حوالي نص ساعة كده او ربع ساعة، قطعتها 24 كرة متساوية، وباخد كل كرة كده يعني كل جزء من العجينة 24 قطعة متساوية، باخد كل جزء واحوله الكرة كده علشان تبقى سهلة الفرد معايا بالشكل ده. 24 قطعة الكيلو بالشكل ده، وبسيبها ترتاح تاني. لازم ترتاح تاني عشان اعرف افردها كويس واغطيها برضو، ما سيبهاش ابدا تكون مكشوفة علشان ما تنشفش معايا. وبعد نص ساعة ابدأ افرد فيها. ودلوقتي هنبدأ بقى في عمايل الرقاق الطري وخبزه. بعمل ايه؟ اولا كده الرقاق الطري بيتفرد على زيت مش على دقيق. دي الطريقة الاصلية للرقاق الطري والطريقة الصح، بيتفرد على زيت مش دقيق. برش كده رشة كده بالفرشة مش كتير، وباخد بقى كورة، ولازم العجين يبقى مرتاح نص ساعة او ساعة. بعمل كده، بجيب الزيت عليه من فوق ومن تحت وبايدي من غير نشابة ولا اي حاجة، والزيت بيساعدني ان انا بزق في العجينة كده بطريقة دائرية كده، بفتح في العجينة، باخد من الوسط وافتح وازق العجينة بطريقة دائرية، بتوسع معايا. بصوا بتكبر ازاي، ولسه هتكبر اكتر بالطريقة دي على زيت مش على دقيق. دي طريقة الرقاق الطري. طبعا الرقاق الطري ده بيتعمل كتير وقليل، بس يعني مش بالطريقة دي. دي الطريقة الصح والاصلية زي ما بقول لكم، بحب اجيب لكم الطريقة الصح علشان الحاجة تنجح معاكم. وبفرد كده بستمر. عندي النص حاسة انه سميك، اخد من النص واخرج على بره، واخرج على بره بطريقة دائرية، بتوسع معايا الرقاقة.
بقت بالشكل ده، شايفينها كويس اهي، اهي بالشكل ده ورقيقه جدا. دلوقتي انا عندي على البوتاجاز صينيه الومنيوم عاديه، قلبها على الناحيه التانية هوريها لكم، وهبدا اسوي عليها الرقاق بتاعي، وهو الزيت طبعا بيطريه جدا جدا، عايزين نمسكه بحذر ونحطه عليها. دي شكل الصينيه حبايب قلبي، بصوا مقلوبه كده وفاتحه البوتاجاز عليها، واسيبها تسخن كويس جدا. وبجيب الرقاقية، بسم الله، حطها كده بحذر، وهي اول ما تتحط عشان لينة كده ومرنة هتمسك على طول، ما نحاولش نحركها كتير. واللي بنعمله تاني، باجي على السطح بفرشة الزيت وامسح مسحة، الزيت ده هيخلينا الرقاق طري معانا على طول عشان سطحه ما ينشفش. بس كده هو ما بياخدش، ولا هسويه ولا هيتحمر ولا هيتقرمش ولا كل الحاجات دي، وعايزينه طري زي ما هو على طول بالشكل ده، لونه فاتح. وطبعا الرقاق الطري ده بيتعمل بيه حاجات كتير، وصفات كتير جدا، ان شاء الله هنعمل كل ده مع بعض، وهنعمل حاجات تانية كتير من تحضيرات رمضان ان شاء الله، انتظروني. وكلها حاجات بالطريقة، اهم حاجة الصح. بس كده هو ما بياخدش سوا، ولا عايزينه يحمر ولا حاجة. نعمل واحدة كمان، ايه رأيكم؟ يلا بينا واحدة كمان. اهم حاجة طول ما احنا شغالين كرات العجينة متغطية، ما نسيبهاش ابدا، سطحها ينشف وتبوظ خالص معانا، او الزيت عليه من فوق ومن تحت، وبطريقه دائريه، ولا بحتاج نشابه ولا اي حاجه. زي ما قلت لكم قبل كده، العجين اللي بيتفرد على الزيت بيتفرد ده بالايد، النشابه هتيجي تعملي كده هيرجع معاكي، هيلزق في الزيت، هيلزق الناحيه التانية، هتلاقيه مش صح خالص وهيغلبك. انا بقول لكم على الطريقه اللي تريح، علشان قبل ما تحاولوا تعملوا الحاجه وتتعبكم بقول لكم عليها، زي ما انا شغاله بالظبط بقول لكم الادوات حتى اللي بنشتغل بيها ايه. لو هنحتاجنا الشبه بقول، مش هنحتاج خلاص، هي بايدينا كده والزيت بيساعدنا. بصوا بقى الشكل علشان تبقوا عارفين الطريقه. وعايزه اقول لكم طريقه التسويه، انا دلوقتي بعمل واحده اهو، وفي واحده على البوتاجاز بتستوي، لاني مش هعرف اعمل كل المقدار واركنه كده، ما ينفعش. لو حطيتوه على اي حاجه وحطيته جنب واحده تاني، ممكن الاتنين يلزقوا في بعض ويغلبوكم، مش معقوله هتحطوا المقدار كله مفروض كده وتقفوا مره واحده تخبزوا، ما ينفعش ابدا. زي ما انا بعمل كده بقول لكم على الطريقه اللي هتريحكم، واحده على البوتاجاز وبروح ابص عليها، اقلبها على الناحيه التانيه واجي اكمل، بتكون دي اتفردت، اشيل التانيه احط دي واجي اعمل تاني، وهكذا. هتلاقي نفسك في ثواني خلصتي الفرد والخبز في وقت واحد، وكمان اريح لك، علشان الرقاق نفسها لو سبناها الفتره دي كلها هتنشف وهتلزق في بعض، وهتحصل كده مشاكل كتير، يعني انتوا في غنى عنها اهي بالحجم ده. وهاجي اخبز كمان واحده. وما ننساش فرشه الزيت، ونمسح السطح. اول ما نلاقيه يعني تمسك اتشمع كده بنلاقيه بيفصل على طول، لو لازق لسه ما نرفعوش، انما اول ما بياخد الوش ده بلاقيه بسرعه او بسهوله خرج معايا، لو لازق يبقى لسه ما استواش وما نحركهاش كتير كده خلاص. وعايزه اقول لكم ان انا كل رقاقه بتخلص على فوطه مطبخ على طول، وبلفها كويس جدا جدا، فوتت المطبخ بتحافظ عليها انها ما تجفش لغايه ما اخلص الكميه اللي انا بعملها، وبعد كده هنشوف طريقه تغليفه وتفريزه وكل حاجه. وبس دي هشيلها بقى واروح اكمل انا بقيه الرقاقات بتاعتي، ونتقابل لما اخلص خبز نشوف هنلفهم مع بعض ازاي. ودلوقتي بعد ما خلصت طبعا خبز الرقاق الطري بتاعي كله، كنت بحطه في فوطه زي ما قلت لكم، عايزه اوريكم حطه في الفوطه ازاي. بصوا بقى بحطه كده طبعا على صينيه زي ما وريتكم قبل كده، ويعني النص كده، وانا بخبز فاتحه الفوطه كده احطه واغطي تاني لغايه ما خلصت الكميه بتاعتي كلها، رحت قافله كده
عليها، مغلفة الرقاق كله بالفوطة بالشكل ده. وزي ما قلتلكوا قبل كده لما عملنا خبز قبل كده برضو، مش فاكرة بتاع ايه دلوقتي، لازم الحاجة لو عايزينها طرية في الفوطة، لو كيس بلاستيك بيعمل بخار وبيخلي العيش او الحاجة اللي احنا خبزينها تتبل كده وتبقى مكانها مية، انما الفوطة بتمتص البخار وتحافظ لنا على طراوة الحاجة اللي احنا عايزينها طرية على طول. ونفضل سايبينه بالوضع ده لغاية ما يبرد خالص، مش وهو سخن هنغلفه علشان نفرزه، لما يبرد خالص ويبرد على وضعه كده هو فوق بعض، ولا نفرطه ونقول اه ده عشان يبرد بسرعة وبعدين نلمه، ولا اي حاجة. لو فككناه كده بعيد عن بعض هينشف ومش هينفع خالص. هو على وضعه كده وهو فوق بعض كده، شايفين شكله فوق بعض فوق بعض، اخبز واحدة احطها فوق بعض فوق بعض واروح لفهم اللفة دي وهو سخن. الفوطة بتمتص البخار، وبعد ما بيبرد خالص بقى بالشكل ده هاجي بقى الاقيه طري جدا زي ما هو، ما جرالوش اي حاجة، وابدأ اغلفه. اهو ده شكله. الكيلو طلع 24 رقاقة، زي ما قلت لكم قطعتهم على 24 كرة بالحجم ده. عايزة تكبري عن كده هتقللي عدد الكرات عشان يطلع اكبر، بس انا ده حلو على قد صينية متوسطة عندي، ما بعملش صواني كبيرة. وبالنسبة للتغليف هاخد كل ستة مع بعض، 6 رقاقات دول بعملهم صينية اغلفهم مع بعض زي ما احنا البنات اللي بتشتري الرقاق الطري عارفة، وبتشوفوا شكله ازاي ملفوف رول كده في اكياس بلاستيك، وبيبقى ملمسه ده ملمسه زيتي كده، معمول بالزيت او مفرود ومخبوز بالزيت مش بالدقيق. البنات اللي بتشتري عارفة الشكل، وهو ده الشكل بالظبط. خلاص، المهم هبدأ بقى دلوقتي اوريكم مثال كده بغلفه ازاي، فاتحة كيس بلاستيك او الاستريتش الغذائي، وهاخد 6 زي ما قلتلكم، 1 2 3 4 5 6. انا بعمل صينية الرقاق 6، اللي بيحبها اكتر من 6 عايزة تخزني كل 8 مع بعض، كل 10 مع بعض، اللي يعجبك خالص. وممكن يتعمل بيه حاجات غير الصواني، يعني انا كل 6 مع بعض واطلع ال6 هشوف هعملهم ايه بقى، صواني او حاجات تانية، وكل ده هعمله معاكم ان شاء الله. خلاص كده 6 اهو فوق بعض كده، وباجي بقى هنا كده اعملهم رول، ما بيجرالهمش اي حاجة، اكمنه مرن بيلف معايا وبيطلع. وباجي هنا على بداية الكيس بيطلع، بيبقى بتسيبيه طبعا بيتجمد زي الجلاش كده او اي معجنات بنفرزها، بتسيبيه على في رف التلاجة او بره كده في المطبخ ساعة ولا حاجة، بتلاقيه بيفك وتفرديه بالراحة كده، هيتفرد معاكي ويفضل طري، وتعملي بيه الوصفة اللي انت عايزاها. وده الشكل، ممكن نلزقه كده بلزق اللي هو السوليتيب الشفاف، ونحطه في كيس تاني او نلفه بالبلاستيك الغذائي لفة كمان. وده شكله كده بيتباع على هذا الوضع. يعني لو وزننا دي كده، ثواني ما اوزنها لكم، بصوا معايا ميزان المطبخ الصغير ده على الزيرو، نشوف اللفة دي كده قد ايه، 400 جرام. النص كيلو بيتباع على بعض كده بمبلغ، يعني مش عارفة بقى 12 جنيه ولا كام، ولا غلي ولا ايه مش عارفة، يعني ممكن رقاقة تانية كمان معاهم وبيبقوا نص كيلو. طبعا احنا عملنا الكيلو كله هيطلع كمية حلوة، وعايزة تنصصي المقدار تعملي نص كيلو، اللي اول مرة تعمل رقاق طري ممكن تنصصي المقدار وتجربي في نص كيلو علشان ايه ايدك تاخد عليه، وبعد كده تعملي الكمية اللي انت عايزاها تاني. بصوا كده انا باخده لفة كمان بالاسترتش علشان يبقى محكوم جدا ومش داخل له اي هواء. ممكن نعمل له لفة كمان بالعرض، يعني نجيبه كده علشان الجناب دي نقفلها معانا كويس جدا، ما يدخلوش اي رطوبة ولا يجف اثناء التفريز، يبقى لفينه باحكام جدا جدا. نيجي كده نلف ده، هيتلفوا على بعض بالشكل ده زي البونبونية بالشكل ده، ويترصوا في الفريزر الحجم اللي انت عايزاه والكمية اللي انت عايزاه.
كده حبايب قلبي، كان فيديو النهاردة عن الرق الطري، عملناه بكل تفاصيله وطريقة خبزه الصحيحة وتغليفه وتفريزه كمان، ودي أشكال منه بتلف كده زي الكريب أو رول، بتعمل منه حاجات كتير جدا هينفعك جدا في الفريزر، بتعملي الكمية اللي انت عايزاها وتشيليها لوقت الحاجة. وإن شاء الله استنوني في فيديوهات حلوة كتير كلها تحضيرات عن رمضان، أي حاجة بعملها في بيتي هصورها معاكم زي ما بنات دايما بتطلب مني، يعني ورينا كل حاجة بتعمليها إن شاء الله. انتظروني في فيديوهات حلوة كتير جاية، وهعمل لكم برضو رقاق الناشف، طريقة برضو مقاديره وطريقة خبزه الصحيحة، وازاي برضو نحتفظ بيه ناشف كده ان شاء الله هعمله لكم، وهعمل لكم حاجات حلوة كتير ان شاء الله. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم لايك وشير، واللي اول مرة يشوف فيديوهاتي ينورني ويشترك معايا في القناة، واستنوني على خير في فيديو جديد. مع السلامة.